السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم حسن حمومي. اليوم جئتكم بدرس جديد لكيفية دوزنة القانون التركي بطريقة صحيحة. سنبتدئ دوزنة ابتداء من لا نوطة لا إلى نوطة مي، يعني لا سي دو ري مي فا سول لا سي دو ري مي إلى آخر. فنوطة لا، نوطة لا يكون لها مفتاحان، يرفع مفتاح واحد هكذا، يعني مفتاح واحد يعطيك نوطة لا. بعد ذلك سي يكون مفتاحان، مفتاحان، المفتاح الأول والثاني يعطيك نوطة سي بكار. بعد ذلك دو يكون مفتاحان، يعني في الوتر الثالث من الأسفل مفتاحان إلى الأعلى. أنا أدوزنها بطريقة خاصة للعزف الغربي، أدوزنها بدون مفاتيح، الكل نازل دو لا سي دو لا سي دو، لكن الدوزنة المعروفة ترفع مفتاحان في الثالث. بعد ذلك دو ري، الري يكون هناك ست مفاتيح هنا كما ترون، أظن أنها واضحة، ست مفاتيح هنا في نوطة ري، يعني الرابعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، هنا تكون ست مفاتيح، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ست مفاتيح. بعد ذلك أربعة، الأربعة هنا تكون نازلة، بعد ذلك الستة تكون كلها مرتفعة، تعطينا نوطة ري في الوتر الرابع، يعني لا سي دوري. بعد ذلك مي، أتمنى أن تكون واضحة بالنسبة إليكم. بعد ذلك المي كذلك ستة مرفوعة وثلاثة التي تكون هنا يعني منفصلة تكون نازلة. بعد ذلك ستة تكون مرفوعة، اثنان أربعة ستة، تعطينا نوطة مي. بعد ذلك نوطة فا، نوطة فا أنا أدوزنها بطريقة خاصة، فهي بالطبيعة تكون ستة كذلك مرفوعة، اثنان أربعة ستة، يعني كما ترون هنا، يعني الوتر الخامس، الوتر الخامس هو مي، الوتر السادس هو فا، فا ستة كذلك مرفوعة، فا، وهنا فا دييز، فا فا دييز، هذه نازلة وهذه فا، ست مفاتيح مرفوعة تعطينا فا. أنا أدوزنها فا بالكل نازل، هذه طريقتي الخاصة، لكن الطبيعي تكون فا بهذه الطريقة، يعني ست مفاتيح مرفوعة. بعد ذلك صول، يعني لا سي دو ري مي فا كما قلنا. بعد ذلك صول، صول لديها 12 مفتاح كما ترون هنا، هنا كلها مفاتيح، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنا عشر مفتاح، يكون فقط ستة، يعني نصف ستة تعطينا صول، يعني نصف هذه المفاتيح اللي هو ستة تعطينا صول. بعد ذلك لا، لا تعد ست مفاتيح كذلك، هنالك ستة، بعد ذلك ثلاثة، يعني تعطينا لا. بعد لا سي ست مفاتيح كذلك مرفوعة واثنان منفصلة تكون نازلة، سي بكار. بعد ذلك دو تكون 12 مفتاح في الدو الرابع، في الدو الثانية تكون ست مفاتيح، 12 مفتاح يكون لديها، 12 مفتاح ملتصقة، تنزل فقط ستة وتبقى ستة مرفوعة، ستة هنا كما ترون، أتمنى أن تكون واضحة هكذا، ستة وستة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، ستة مرفوعة وستة منخفضة كما ترون، 12 ستة منخفضة وستة مرفوعة. بعد ذلك
ري ستة مرفوعة وأربعة منخفضة، ولكن هذه الأربعة تكون منفصلة هكذا كما ترى. ري بعد ذلك المي كذلك ستة، فا كذلك ستة، صول ستة، لا كذلك ستة. فعندما نصل إلى صول كذلك ستة، لا كذلك ستة، سي كذلك ستة نفس الشكل، دو الثالثة كذلك ستة، ري كذلك ستة، اثنان أربعة ستة، وأربعة تكون نازلة كما ترون هنا. أتمنى أن تكون واضحة بالنسبة إليكم، سأقرب بعض الشيء الفيديو. بعد ذلك ري مي ستة، فا ستة، هنا صول يكون فقط عشرة، عشر نوتات كما ترون، عشرة هنا، عشرة كما ترون، ننزل خمسة وفقط يبقى خمسة. بعد ذلك لا، بعد ذلك لا تكون خمسة واثنان منفصلتان تكون نازلة لا. بعد ذلك سي يكون خمسة، دو فقط أربعة لأن هنا فقط ثمان مفاتيح هكذا كما ترون، ثمان مفاتيح في الدو، نرفع فقط أربعة ونضع ونترك أربعة. بعد ذلك ري، بعد ذلك مي، ثلاثة تكون هنا وثلاثة تكون هنا كما ترون، ثلاثة مرتفعة وواحدة منفصلة، ثلاثة مرفوعة وكذلك منفصلة. بطريقة الدوزان، لما تتعلمون الدوزان يعني الصحيح، يمكن أن تدوزن هذه النوتات على حسب طريقة عزفك الخاصة. ممكن أن تخفض هذه اللا إلى صول وتخفض كل القانون إلى درجة إلى أسفل، هذا لا يشكل أي أدنى مشكل. ممكن أن تدوزنه كالقانون الشرقي والقانون التركي لتصحيح المعلومات، فممكن أن تعزف به كل شيء، يعني الشرقي المحض أو الغربي أو أي شيء ممكن أن تعزف به، لأن لديه جميع المفاتيح يعني التي تمكنك من أن تعزف النمط الذي تحب أن تعزفه. أما طريقة الدوزان فهي كالتالي، لا نبتدئ من أسفل وندوزن نوطة بنوطة إلى الأعلى، لا هذا خطأ. لكي يكون الضغط متساوي ماذا نفعل؟ نبتدئ بنوطة لا رابعة هنا، هي تكون تقريب صول لا، أو نبتدئ لا سي دو ري مي فا صول لا سي دو ري مي فا صول لا، لا هنا يعني ستكون في الوسط تقريبا، ستكون في الوسط، ندوزن لا. فأنا هنا عندي مدوزنة، ندوزنها ونبتدئ بالوتر العالي، ندوزنه جيدا، بعد ذلك ننخفض إلى ما تحت الثاني، بعد ذلك الثالث لكي يعطينا هذه الدوزنة الصحيح. بعد ذلك نحسب واحد، يعني عندنا نقطة لا هنا، نحسب التي تحتها، واحد اثنان ثلاثة أربعة، ستكون نقطة ري، يعني بعد الله سندوزن الري ما تحتها، ندوزن الري كذلك الوتر العالي الأعلى، بعد ذلك المنخفض الأسفله، بعد ذلك الأسفله هكذا. بعد ذلك نحسب من الوتر الذي بعده ما فوقه الذي سيكون مي، مي فا صول، يعني واحد اثنان ثلاثة، دوزنا لا الآن صول، يعني نحسب من الأسفل من الري، ري نترك الري ونحسب واحد مي اثنان فا، بعد ذلك صول وندوزن الصول نفس الشكل صول. بعد ذلك نحسب بعد الصول، يعني نترك الصول ونحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة، نجد نوطة دو، ندوزن الدو
بعد ذلك بعد الضو نحسب 1 2 3 نوطة فا ندوزن الفا. بعد ذلك نحسب من نحسب فا التي تحتها 1 2 3 4. بعد ذلك سي، وهكذا ندوزن هذه الطبقة إلى أن نصل إلى لا. بعد أن نصل إلى لا لا ندوزن صول مباشرة، لا ندوزن نحسب نفس العملية نعيدها، يعني نترك لا ندوزن لا نتركها ونحسب 1 2 3 4 يعني إلى الأسفل. صول لا صول فا مي ري، ري ندوزن الري، بعد الري نحسب مي فا صول ندوزن الصول. بعد ذلك دوزنة الصول نحسب فا مي ري دو، أربع أوتار بعد الوتر المدوزن، وهكذا إلى أن نصل إلى لا. عندما ندوزن هذه الطبقة نطلع مباشرة إلى الطبقة لا العليا، هذه ندوزنها نحسب صول فا مي ري دو، يعني 4 و 1 2 3 4 يعني ري، ندوزن الري كذلك نفس الشيء، نحسب بعد الري المدوزنة 1 2 3 صول ندوزن الصول، بعد الصول نحسب فا مي ري دو صول دو، يعني ندوزن الدو، بعد الدو كذلك ندوزن الفا، بعد الفا ندوزن سي، بعد السي ندوزن المي، بعد المي نحسب 1 2 3 4 ندوزن لا، وهكذا الله مدوزنة لأن دوزناها في الأول. بعد ذلك نطلع إلى الأعلى ندوزن هذه الأربع أوتار الأخيرة ابتداء من سي دو ري مي أو مي، هنا ليس لن يكون هناك مشكل كبير لأن القانون كله الضغط عليه كان متساوي، وهكذا سنحافظ على دوزنة القانون لمدة أطول. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، شكرا جزيلا، والسلام عليكم إلى فيديو جديد لتعليم آلة القانون مع حسن حمومي. السلام عليكم.